ببلدية ثنية النصر بأعالي برج باريريج، يتوسط هذا البساط الأخضر الممتد أشجار الزيتون، وعائلات أتت لتجني محصول أشجارها. تنطلق عملية الجني خلال شهر ديسمبر وتصل إلى نهاية شهر مارس، ولكل طريقته في الجني. المدلين قعدوا فيها بلك شهر، شهر ونص، على حسب الكونتيتي اللي عندك وعلى حسب النوعية تاع الجني كيفاه. كاين اللي يلقط باليد كيما راني أنا وهي أحسن طريقة، كاين اللي يستعمل العصا وهذيك طريقة مش مليحة أنه يصوت الشجرة ويضرها في نفس الوقت تمرض، كيما هذا العيدان الصغار يمرضوا ينجرحوا. تختلف أنواع الزيتون باختلاف الأشجار، وهو الأمر الذي يؤثر على نوعية الزيت المحصل عليه. كاين الشملال وكاين الجراس. وش الفرق بيناتهم؟ بيناتهم الشملال هذا رقيق والآخر هذاك خشينة الحبة تاعو، الجراس هذاك. بصح في النوعية تاع الزيت هذاك يخرج حار وهذاك يخرج العكس. هو كاين أنواع الزيتون، كاين اللي كحل، كاين اللي قهوي، كاين اللي كاين الصدور قهوي الزيتون تاعو. تقل مليح تعمل؟ واش من لون؟ حنا نخلطوهم، نخلطو نحيو من هي نحيو من هي نحيو من هي نحيو من هي ونديوهم مع بعضاه. بالنسبة لهادو عامين اللي فاتو السنة راه كاين، بالتالي هاد السنين ما كانش، كل هادو عامين اللي فاتو ما كانش خلاص زيتون. عملية جني الزيتون تعتمد أساسا على العمل الجماعي المشترك يجمع بين الصغير والكبير، فكل أفراد العائلة تشارك في هذه العملية المتوارثة أبا عن جد. يكتمل هذا التجمع العائلي بالالتفاف حول طبخة دافئة تسمح لأفراد العائلة بسد الجوع لمواصلة عملية جني الزيتون التي تستمر لساعات طويلة تصل إلى غاية غروب الشمس. طيب هنا كلش 8 احنا تاع الصباح نجيو نجيبوا الزاد تاعنا ونجيو طيبوا الغداء تاعنا، طيبوا الحليب تاعنا هنايا، القهوة تاعنا، نجيو من 8 للمغرب باش نروحوا نعقبوا لا جورني كاملة في طقات الزيتون. بعد عملية الجني يتم نقل الزيتون باتباع طريقة الأجداد لعبور المسالك الوعرة والوصول إلى قمة الجبل. لازم نهبطوا لفيه نجيبوا الزيتون معنا ونطلعوه للدار فوق للدشرة، وهذه الطريقة هكذا كانوا يديروا جدودنا بكري، هذه الطريقة القديمة خلاص. نحطوه في الدار ينزل يقعد حتى 20 يوم ولا شهر، ومن بعد نطلعوه للكميو في الكمين ومن ثم للمعصرة. نقل الزيتون من المزارع إلى البيت أين يتم تجفيفه ثم نقله إلى المعصرة. هنا يتم إنتاج الزيت الطبيعي، أين يتم عصر الزيتون بالطريقة التقليدية دون استعمال الحرارة العالية حفاظاً على نوعية الزيت المحصل عليه. معصرة الحديثة حقيقة ترحي ثمثم نقوله بسرعة فائقة وترحي كمية كبيرة، وإنما كي يجي يصفيه الزيت في تصفية الزيت يفوت على واحد المراحل تاع غليان الزيت بعد التصفية، شغل يغلي باش يصفى تروح له هذيك النكهة تاع النكهة تاع الزيت الزيتون. أنا هذه معصرة تاع أبي تاع بابا، تبعت الطريقة تاع بابا، قال لي تبقى ترحيها هكذا رغم أنها فيها تعب، فيها أتعاب، لأن هاك تشوف هاك تشوف أنا نتبلمدو شوية، بصح هذا الزيت يجي مليح. في المعصرة التقليدية الزيت تاعها يخرج بنين، يخرج ثقيل، فيه المرج. من المعصرة الأخرى هذيك فيها لاريقو يخرج محروق شوية. للمعصرة الحديثة إيجابيات مقارنة بالطريقة التقليدية، غير أن بعض أصحاب أشجار الزيتون يفضلون التوجه بمحصولهم نحو المعاصر التقليدية بعد تجربتهم لكلتا الطريقتين. جربت يعني جربت الزيتون الأزرق ديته ورحيته، وبعدين خليت الزيتون السويد وديته ورحيته، ومن بعد ما بين المعصرة العصرية والمعصرة التقليدية جربت الزيت هذاك وجربت الزيت هذاك، لقيت المعصرة العصرية يخرج في الزيت حرارة ومن الصعب باش نحلوا الحرارة هذيك.
بينما المعصرة التقليدية رجعت لها المعصرة التقليدية الزيت تاعها يخرج ذوق، عنده ذوق جميل جميل جدا ما شاء الله، يمتاز بزاف على الزيت الأخر. زيت طبيعية تسر كل متذوق لها لعدم تغيير لون ونكهة الزيتون، هو ما توفره المعاصر التقليدية التي تسعى إلى الحفاظ على القيمة الغذائية للزيتون.